خلونا نروح بسرعة لمقر نقابة الصحفيين، حيث مراسلنا هناك مراسل الحياة اليوم محمد بهاء يطلعنا على المشهد. مساء الخير يا محمد، وقول لي ايه اللي بيحصل عندك والصحفيين بيجهزوا لإيه؟ مساء الخير عليك يا تامر وعلى الساده مشاهدي الحياه اليوم. احنا متواجدين امام نقابه الصحفيين، يعني انتهت منذ حوالي نصف الساعه وقفه احتجاجيه هنا، كانت هنا على سلالم نقابه الصحفيين، احتشد العشرات من الصحفيين اعتراضا على ما يحدث مع نقيب الصحفيين يحيى اللاش واثنين من اعضاء مجلس النقابه هم جمال عبد الرحيم السكرتير العام وخالد البلشي وكيل مجلس النقابه بعد احتجازهم والافراج عنهم او اخلاء سبيلهم بكفالات تقدر ب10,000 جنيه، ولكن رفضوا دفع هذه الكفالات باعتبار ان الاتهامات الموجهه اليهم يعني هي اتهامات تتعلق بالنشر، ولا يجوز فرض كفالات على هذه التهم اللي هي كانت يعني نشر اخبار مكذوبه او مغلوطه والتستر على صحفيين مطلوبين للتحقيق. منذ حوالي نصف ساعه انتهت يعني هذه الوقفه الاحتجاجيه بهتافاتها وبجميع اشكالها من الصحفيين، يعني كان يعني مؤيدين تماما لموقف أعضاء مجلس النقابة وباقي أعضاء مجلس النقابة. حاليا يعني يوجد اجتماع من تبقى من أعضاء مجلس النقابة حاليا في اجتماع هم وأعضاء الجمعية العمومية، يعني من المتوقع صدور بيان يعني بالفعل سيكون مؤيدا لموقف يعني أعضاء مجلس النقابة المحتجزين حاليا، يعني كما وردت إلينا المعلومات محتجزين حاليا في قسم قصر النيل بوسط القاهرة، لكن ملامح هذا البيان لم تكن واضحة حتى الآن، ولكن يعني أغلب المعلومات التي وردت إلينا أنها ستكون بالطبع مؤيدة لموقف النقيب وأعضاء النقابة المحتجزين والرافضين لدفع كفالات إخلاء سبيلهم حتى الآن. خلينا أقول لك أيضا أن الاعتصام داخل مقر النقابة مازال مستمر من بعض الصحفيين الشباب والكبار، والاجتماع مازال مستمر حتى الآن. إليك تامر مرة أخرى. شكرا جزيلا محمد.